صبحي بيضحك هيك وهيك وهيك على يخت النجوم. بضحك ما عم بعرف ليش وشو ما شفت بضحكني، حاسس حالي كتير فريش او كابتن صبحي بزكزكني هيك وهيك وهيك على يخت النجوم. شو هالقصة المالا حل، عم اضحك حتى ابكي، التوازن عندي اختل وما خلصت بعدها بضحكي هيك وهيك وهيك على يخت النجوم. أنا يعني بجي على اللاتية. بس هلأ يعني بهذا الفصل بالذات كتير حلوة اللاتية، أحلى من الصيف وأحلى من الشتاء. وهون يعني كفكرة برنامج حلوة، يعني أي شيء إنه بيكون جديد الواحد بيحبه. فهلأ بنشوف إن شاء الله يعني يطلع حلو مثل ما لي متخيلة، شوف النتائج. بتخافي من البحر؟ أنا ما بخاف من شيء، كتير جقرة. ما بخاف لا، لأنه كتير يعني بآمن خلص يعني بالقضاء والقدر. في ناس بقى عنده فوبيا من البحر وكذا وينزل فيه لا الحمد لله كبيرة. لا لا يعني حتى أنا إذا كنت بخاف من شيء فإنه بتجاوز له، يعني إنه مثلا إنه كنت أول شيء خاف إنه إذا بدي سوق سيارة لا صرت سوق وبقوة وبجرأة كمان، يعني بتحدى أي شغلة إنه ممكن تخوفني. يعني عندك روح المغامرة. متحمس. بس مو كتير تقوم هلأ تزتوني تعملوا فيني شيء. لا معلش ساعدوني لأنه أنا لابسة كعب. مرحبا. أهلا وسهلا. كيفك؟ تفضلي. وين القعدة؟ جوا. مرحبا. أهلا مرحبا. كيفك؟ تمام الحمد لله. أنا صبحي قائد مركب، قائد العمليات ليكون. قائد الإكل. أنا رح أخبركم شوي عن الرحلة، أنتم ما بتعرفوها. طبعا هذا اليخت من أسرع اليخوت في العالم ومن أخطر بالعالم صور، بس إن شاء الله ما بصير في خطر. لا. نحن أخطر. الرحلة هي 35 ميل بحري. سرعة الرياح جنوبية غربية. ممكن اعطيني ورقة وقلم بس لحتى سجل المعلومات او اكتب لنا اياهم على اللوح. حسيت حالي بالمدرسة. اتمنى لكم رحلة سعيدة. شكرا لك ورحلة سريعة. الحمد لله. كيفك انت؟ شو مروقة بهاليخت؟ ما غير شكل بتعرف شو في احلى من البحر. هلا للبحر كان له، بس انا حسيته اكبر من هيك حيكون او شيء. هو المنظر العام من برا انه ببين كبير ومش
جوا هيك بتعرفي غرفنا يعني هلا انتم قاعديننا بالمطبخ ما هي غرفة الضيوف هي غرفة الضيوف والمطبخ والمطبخ والحمامات فوق مسبح ايوه مسبح طيب احنا حنشغل وبتمنى هي الرحلة يعني اسرع واخطر رحلة بالعالم بتعرفي انا بترك كل شيء طالع بقعد هيك بس هيك بس ما تترك السواقة تخيل عينك انتبه يعني هو الامام بالله يعني بس انتبه ما دام الاعمال اللي حساسيه امبرسيك الحقيقه لسه ولا عمل يعني كثير كثير انه فشل لي قلبي يعني انه دور يبين كل امكانياتي بس انا بحب دوري بالخوالي مثلا بحب دوري بمسلسل حنين انه في شيء بيوميات مدير عام الجزء الثاني حاسه انه سريع شوي ما شوي نساني على فكره شو مشتغله طب شو انت بتحب اللي عملهات لشو انا بحب كل اعمالي انا بتضايق يوميات مدير عام بجزئين حبيته سلسلة باب الحارة انتبه بس ايه لا لا اكيد حطي في حدا حلوين كثير انا عم يقاطعكم بس عن جد شوي لا تخافي يعني انا كذبت عليكم لما قلت لكم ما تخاف طلعت خويفه هلا رح قلت لك اياها بس البحر على لا 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 اذا بتفي لا والله لا اذا ممكن عن جد انا كرمال العيون حلوين وين بدك معقول يعني نحن بدنا رواق بدنا جو رواق مشان نعمل لقاء مو ظابطه هيك ما لا بس الجو تمام بس هو شوي غليظ انا قلت للانتاج يعني انه يزينوه ايه بس انتم لازم ايه وبعدين وشلون هيك يعني حلوا مشكلتكم يعني قبل ما تجيبوا ممثلين اذا بتريد يا ريت تنتبه للسواقه ها في شيء يعني مو طبيعي هو شوي يعني انا قلت للاستاذ قلت لهم كنت ما بعرف خلص غيروا الكابشن غيروا طب وهلا شو الحل يعني هلا بدهم يغيروه يعني غيروه بعدين بنصور خلص كات لا تخاف رح اشوف اخرتها معك شايف البحر شو حلو؟ شو بيعني لك البحر؟ بيعني لي هلا ماني شايفته حلو انا معصبة متوترة لو سمحتي بالسؤال يا الله شو بيقاطعنا مو طبيعي شيء شو دخلك بهالقصة؟ مرتبطة ولا ما منين لوين عم تسألني هالسؤال؟ انا الكابتن لانه اذا بتريد خلص التهي بالسواقه وبس ليك البحر ما اهداه يعني انو بحر يا مخلوقه مو معقول خلينا نرجع يا ريت نرجع اذا بتريد وين بدنا نرجع؟ معقول هي الرحله انا فوتها من عمري قاعد مع مدام اميه انا ما عاد اعمل لقاء شوفوا حل ما بعرف ما في شيء يعني انت ليه متضايقه؟ مالك شايفه انت عم تقولي الوضع مو طبيعي يعني شو؟ معقول؟ مدام اكيد مو على ساعة الحظ ليون خلص نبقى اذا بتريد شو هالحكي؟ مو معقول؟ عن جد احترم نفسك؟ انا مو حامل بيوتي بتعرفي شايف ممثل وفنان يعني شايفه كيف دور حبيبي يعني هو اول مرة مثلا انت اول مرة بتستضيفي فنان؟ يعني هو قليل ادب كل ما اجى حدا يعني انه هيك بكتب لي كل ما اجى حدا هيك بتعمل؟ لا تقولي عني قليل ادب انا الواحد اعجب بهالعيون الحلوين والجمال يعني الشديد. انا قلت شوفي سملي عينك انا كسر. احترم حالك بقى شو هالحكي كيف بتعيط يا الله عسل مو معقول في شيء مو صح على فكره هي عصبيتك وعصبيه مرتي عصبيه سملي عينك على العصبيه انا سملي الله الخلق الله يسلمك خلص بقى شو بدك تخبرينا شو بدي خبرك؟ بدي خبرك عن هذا الآخر مقلب هلأ اللي عم يصير معي عرفتي شو بدي خبرك؟ يعني كل فنان بيساوي معه هيك ولسه بتجيبوه وبتجيبوا فنانين طب أنا شو ذنبي عارف؟
انت نفسك عم تقولي انه خبرت الانتاج، انا خبرت انه غيروا على فكره على اي يلا بس يغيروا ممكن الفنانات اللي تركوا ماما قولي لا حاطه ايدك والله العظيم لو معي كاميرا عليك لا بدي اقول لك ما معقوله لانك شو حلوه ما معقوله زي العين يا جماعة يعني حدا يحكي معه حدا يتدخل شو بكون انتوا واقفين عم تسمعوا شو عم يحكي ما حدا عم يحكي شيء عادي طبيعي هيك الوضع اي رح اسألك المصورين انا ما بسوق فيك وحدة يا شباب شو بدك هلا شو بدك خليني انا رح خبركم شغلة نحن شي نص ساعة بنوصل على قبرص بالله يا الله شو مهضوم يا الله على قبرص ليقولوا عن جد ياخذنا على قبرص معقول؟ لأنه شكله واشف وانتوا بتطلعوا هيك دائما ما بعرف شو يعني حاسه ما بعرف المنطقة ما بعرف والله والله شكلك هيك انت مو عارفاني شيء طب شو رأيكم انتوا تحكوا لكم كلمة؟ مدام دوران تبع باب ايوه دوران تبع باب الحارة ايه لا مو عم طبقة لا احترم حالك ايه شو هي طبقة ما طبقة مو طبقة لا عفوا انا قلت له لا نفسك ايه ايه بس ايه؟ انا قلت له بلا ما هلا انا شايفني شلون هلا خبصك ايه شو تخبصيني وين خبصيني خلص بقى احترم نفسك احترم نفسك لا تقول مطبقة ثاني صديقة هي هلا انتم شايفيني تبهدلوني ولا بتعملوا معي لقاء ليك بقلبها للهي ها لا تحكي هيك معي ممكن تتدخلوا انتوا اللي عم تصوروا ممكن تتدخلوا انا بدي ارجع هلا بدي ارجع طولي بالك رجعني اذا ممكن بدك رح رجع تكرمك يلا رجعني ايه سمراء كثير حاسه بحكي يعني مين عم يحكي احترم نفسك احترم نفسك احترم نفسك سكر التليفون الو خليك معي سكر التليفون وسوق ورجعنا بسرعه مثل ما عم اقول لك احترم حالك احترم ايه يلا فات ايه ما قولش قليل الذوق قليل الادب ايه؟ انا؟ انت بحياتك مش شايف فنانين هيك الواحد بيتعامل مع فنانين؟ هيك شايف. بيعبر عن اعجابه؟ يلا سوق سوق ورجعنا يلا بلا حكي بس ايش كيف بدي اعبر لك؟ بيقول لك سوق ورجعنا هيك بتعبر عن اعجابك فهمت؟ شو هاد يا؟ عن جد شي بيقرف شي بيقرف الواحد انه يكون فنان وممثل بهيك جو يا حبيبي لك لا هيك قيم الموبايل من ايدك بقى مع مين عم تحكي يا اخي اعطيني اياه اعطيني اياه خلص شوف مع مين عم تحكي بحكي مع رفيق عم تحكي عني انت فهمت شو مو عندك لا يلا رجع رجعنا بسرعه طيب انا صايرتني دوخه ما حقدر رجع بالله حاش كذب حاش عارف اسبح انت كمان حلو والله والله لا قلبه والله كرمال عيونك لا قلبه ها بيته شو مجنون او لح لك شو هاد احرقك يا حرق شو هاد ما رجعنا لوين بدي رجعك لك رجعنا شباب لك طولي بالك لك حرقت الدنيا كرمالك انا كرمال عيونك خلصيني من هالقصة شو هاد لك دخيلك انا شو هاي الجمال هاد خلص 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 طولي بالك طولي بالك طولي في شي مالك طبيعي انت بالنوب جايبين واحد مجنون يسوق لك شوفي شو عم يحترق ما في شي لا تخافي لا تخافي حرقت غرفة النوم تحت والله رجعنا اذا بتريد رح رجعي اي عمل بصير عندك بدك طاقت او بدك شو بدك انك رجعنا بقى شباب شوف شو حرقت شو عملت ايه طولي بالك طولي بالك مدام شو تطول بالي على شو بس اقول لك شغله كانت معك كاميرا خفيه هذا انت والله هلا هيك مقلب مو لقاء بس والله انا بحبك فعلا يسلموا لي العيون انا ما احلاهم الله يسلمك ما اغلطك طب وهذا الدخان شلون عاملينه؟ هذا نحن حاطين جهاز تحت هاي الكاميرا ولا هاي؟ سلمي سلام
بتعمل مقالب بالعالم. ايه حوش حوش، تشرفنا فيك. وانك كمان. يلا شكرا لكم. باي باي. لا تواخذوني اذا هيك ضربتك او بالعكس او عيطت او شيء. اوكي. اوكي باي 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 باي. بليز لم تلاقوا. باي باي هيك هيك وهيك وهيك على يخت النجوم. بضحك ما عم بعرف ليه شو ما شفت بضحكني، حاسس حالي كتير فريش أو كابتن صبحي بزكزكني. هيك وهيك وهيك على يخت النجوم. القصة ما لها حل، عم اضحك حتى ابكي، التوازن عندي اختل وما خلصت بعد الضحكي. هيك وهيك وهيك على يخت النجوم.